مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شو اخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب. نبغى نقول نرحب برضو باصدقائي على الفيسبوك، اللي انا ما زلت جديده يعني على اللي يعرف طريقه التثبيت العنوان يقول لي. اليوم عندنا موضوع جدا مهم، وامس كنا او قبل امس كنا نتكلم على موضوع الثراء، وما زلنا نبغى ايضا نعمق في هذا الموضوع ونتكلم فيه، ناخذ زوايا جديده منه. واليوم احنا نتكلم عن الرفاهيه. هل انت تعيش الرفاهيه؟ هل تعرف ايش هي الرفاهيه؟ ايش هي؟ ايش يعني لما تكون حياتك لكجري؟ يعني ايش؟ وبرضو أبغى أرجع أجاوب على سؤال حبيبتي ريم اللي أخذناها آخر مرة، وإذا كان معنا وقت ممكن نأخذ جست على الإنستغرام. اللي مهتم، اللي عنده الوقت، اللي عنده المال، اللي يحس إن حياته تستحق إنه هو يأخذ خطوة للثراء، أو يأخذ خطوة للتجارة، أو يأخذ خطوة عشان ينظف الماضي وينظف صدمات الماضي، هذه فرصة انك تحضر الكورسين. هذولا كلهم مهمات وجيدات وممتازات. بالنسبة لي لم يسبق لي ان سمعت انه فيه شخص او مدرب تحدث بعمق عن تنظيف الصدمات، لذلك اعتبر انه كورس ابانوس كورس نادر. كورس ابانوس هو كورس نادر، والسبب على ما اظن انه مو سهل ان الشخص يوصل صدمة بعدين يطلع منها، بعدين يطلع منها النتائج او الفوائد. وهذا اللي صار لي انا، انه انا ضربت قاع، مريت بكل الظروف اللي يمر فيها الشخص المصدوم، ناقشت كثير من المعتقدات، ناقشت كثير من المشاعر، قلبت كثير اشياء، حسيت انه كثير من الاشياء كانت خسارة في حياتي، فوصلت لقاع فاستطعت بعدها اني انا اوصل لقمة جديدة. فاردت اني انا اشارك الاخرين هذا القاع اللي أنا مريت فيه والألم اللي أنا مريت فيه، وقدرت أفهمه وقدرت أستوعبه، وقدرت أفهم كيف الشخص يتألم، قدرت أفهم كيف الشخص يعيش شعور أحياناً لو تقول له مية طريقة ما يقدر يساعد نفسه، ما يقدر يعني إنه يتخطى هذه الصدمة وهذه الأزمة. ولما كنت مصدومة ما كان في أحد حولي يقدر يساعدني، كنت مثل اللي أتخبط، في مساعدة ما في مساعدة، في أحد يقدر يسوي، في طبيب، في مدرب، في مستشار، في فأعرف الحالة اللي يمر فيها الشخص المصدوم، والقاع أعرفها، أعرف لما أنت تيأس من الحياة، لما تفقد الأمل، لما تصير في مرحلة أنه ما في شيء يسوى، خلني أخلص على هذه الحياة، أعرف هذا الشعور ومريت فيه، ما في شيء يسوى، ما في شيء أصلاً يستحق، ليش أنا قاعد، ليش أنا ضيع وقتي وقاعد في هذه الحياة، أعرف هذا الشعور. لذلك قدمت هذا الكورس وأعتبره برنامج جدا نادر، مش من السهل انك تلقى احد يشرح لك هذه المشاعر، هذه الاحاسيس، مش من السهل تلقى احد يقدر يطلعك لانه هو كان موجود في نفس المرحله وطلع منها. فانا اقترح هذا الكورس للاشخاص اللي مروا بصدمات او يعيشون حاليا في صدمات، اقترح عليهم انهم يحصلون على هذا الكورس اذا كان عندهم المال والوقت والاستعداد انهم هم يخوضون هذه التجربه. التجربة فيها صدمة الأرملة، كيف تخرج منها، مو شرط أنها تكون صدمة، بس ممكن تكون صدمة، كون المرأة تترمل قد تكون صدمة، قد تمر ببعض الألم أثناء التطبيق، أنت راح تمر بمرحلة من الألم، تمر بإرهاصات، وبعدها راح تفتح لك بوابة مختلفة وجديدة. الرفاهية، إيش هي الرفاهية بالنسبة لك؟ خلونا نسمع إجاباتكم. ما هي الرفاهية؟ لما أقول لك رفاهية، أوه هذا الإنسان مرفه، هذا الإنسان يعيش الرفاهية، هذا الشيء هو تعبير عن الرفاهية. ما هي الرفاهية بالنسبة لك؟ قولوا لنا ما هي الرفاهية، ما هو معنى الرفاهية اللي وصل لك في الحياة؟ إيش يعني إنه أنت تعيش رفاهية؟ غمض وتخيل إنه أنت تعيش حياة الرفاهية، وش شفت؟ فلوس كثيرة، حرية، راحة، عايش بسلام، وايش؟ وجدية، وايش؟ مرح، مرتاح، فوق الكفاية، يحصل على كل شيء يريده. واو، صعب برا الموضوع، شو الرفاهية الصعبة؟ سهولة الحياة، سلام داخلي،
مزاج مرتاح وسعيد، ما في مشاكل، مال وصحة وراحة بال، ما عليك دين. واو، الرفاهية بالنسبة لها أنه ما عليك دين. سفر، أكل، سعادة، مال، استمتاع، حرية، كل اللي براسك تقدر تسويه. عندي مال كثير وعيش مرتاح وسعيد. الرضا، الرضا، الحرية المالية. كوب قهوة أمام البحر. سو أنت يعني الرفاهية يعني بكل بساطة تسويها، استقلال مادي. جودة الأشياء، طمأنينة، صحة ورضا الوالدين. عجيب، يعني ما رضوا عنك الوالدين ما تقدر تعيش حياة رفاهية. إذا كان عندك أب أو أم يعني ما رضوا عنك ما تقدر تعيش حياة رفاهية. مصباح علاء الدين، راحة البال، جلسة بحر، دفتر رسم، السفر، القناعة، الطبقة المخملية، حياة صحية مليانة حيوية. أحس هذا كأنه إعلان لشيء. هذه يبغى لها تسوي لنا إعلان للفيتامينات. حياة صحية مليانة حيوية. حلوة الجملة. دخلت في حالة نفسية بسبب صدمة تعرضت لها، تقدرين تساعديني؟ أبنوس موجودة، أبنوس موجودة، تحتاج أنك تطبقينها. أنه ما في ضغوطات، الوفرة في كل الجوانب، أعمل أشياء أحبها، الراحة فائض من المال والوقت. فائض، لاحظوا الكلمة، فائض، فائض، شيء زايد، فائض النقود. أحصل على الأشياء بكثرة، أعيش كل شيء أحبه، ما في مشاركات من الفيسبوك. الرفاهية يعني ترفيه. أنت تسألين الرفاهية يعني ترفيه؟ الرفاهية يعني الرفاه، من الرفاه، الحياة فيها رفاه. إيش هي الرفاه بالنسبة لك؟ طيب خلونا طبعا تشوفون كيف مقاييس الناس تختلف. يعني في مقاييس بالنسبة لهم مقاييس هي مادية، إنه عندي فلوس وعندي زيادة من فلوس، عندي أشياء، عندي أموال، عندي كذا. في أشخاص هم يتكلمون بالماينس أصلاً، يتكلمون من تحت، ما عندي ديون، ما عندي مشكلات، ما عندي ضغوط، يعني مسافة بعيدة، ما ما ما. في ناس يتكلمون عنه أوكي يكون عندي أموال، يكون عندي فلوس، يكون عندي شيء أوكي. في ناس يتكلمون على مستوى أعلى، إنه يكون عندي بعض المعتقدات وبعض جاي. يكون عندي مثلا بعض المعتقدات والافكار اللي انا مثلا اعيشها واؤمن فيها، مثل انه انا والديني راضين عندي فانا عندي رفاهية مثلا. يكون مثلا في اشخاص عندهم مستوى اعلى، يكون عندهم مثلا يقولك لا انا ابغى اشعر بالحب، ابغى اشعر بالحب، هذه الرفاهية، ابغى اشعر بالسلام، هذه رفاهية، أبغى أعيش الجمال، هذه الرفاهية. فمستويات، كل إنسان يتكلم من المستوى اللي هو يقدر يوصل له، كل إنسان يتكلم من المستوى اللي هو يقدر يوصل له. يعني في شخص الرفاهية بالنسبة له سيارة وبيت وفلوس ورايح وجاي، لكن أنا أبغى اليوم أبغى أعلمك أنه إحنا نقضي كثير من وقتنا في هذه الحياة نبحث عن الرفاهية. لو تشوف قيم كل شخص في هذه الحياة، لو الآن فتحنا كل أوراق قيمكم كذا وعرضناها وقعدنا ندرسها، راح تلقى في النهاية في النهاية في النهاية محصلة الموضوع أنه الكل يبغى رفاهية. إحنا موجودين عشان نبغى نوصل للرفاهية، كأننا نبغى نسخة الجنة، صح؟
الجنة، الجنة اللي وصفت لنا في القرآن، في التوراة، في كل الأديان، إنه وصف لنا هذه الرفاهية نحن نبغى نعيشها، خدم، حشم، فلوس، مجوهرات، سلام، راحة، هدوء، مش على كيفي. فهمتوا الفكرة؟ إنه هذا هو الزر اللي عند الإنسان، اللي هو اللي كل الناس طوال الوقت يضغطونه، كل الناس طوال الوقت، وكل الأديان تعزز الفكرة. وإذا الشخص مش متدين، يعني ما عنده دين ينتمي له، ملحد، فطرته راح تدعو لهذا الشيء، فطرته راح تدعو للرفاهية، راح يبحث عن الرفاهية، يبحث شلون يحصل فلوس، شلون يسوي كذا، شلون يسوي كذا، شلون يسوي كذا. بس في ناس واصلين مرحلة جيدة في الرفاهية، في ناس ما يكون عندي ديون، ما يكون عندي مشكلات، ما يكون عندي ضغوط، ما يكون عندي، فهم في السالب في حالة الرفاهية. الآن خلني أقول لك إنه كل شيء في هذه الحياة عنده يعني مستوى من الرفاهية. يعني لما نتكلم مثلا عن إنه إحنا يكون عندنا مجوهرات، مثلا كامرأة مثلا أبغى مجوهرات، هذا بالنسبة لي هي رفاهية مادية. طيب لما صار عندي المجوهرات الآن، أوكي، طيب صار عندي مجوهرات، ما انبسطت يمكن، أو انبسطت بس ما انبسط أكثر. لا، شلون انبسط أكثر؟ شلون انبسط أكثر؟ اوكي، صار عندي مجوهرات، اتفقنا، انبسطت شوي، بعدين ما عادت المجوهرات تبسطني، فبديت افكر ابغى شيء يبسطني، ابغى شيء يبسطني، فقمت اشتريت مجوهرات اكبر، قمت اشتريت ساعة اغلى، قمت اشتريت شيء لماعي اكبر، قمت اشتريت واكبر اكبر 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 طوال الوقت. بعدين جيني احباط. وين الشعور هذيك؟ وين الشعور؟ اول ما شريت المجوهرات كان في شعور كذا، يعني شعور الرفاهية، وين راح؟ انا قاعدة اشتري اكبر واكثر واكبر واكثر، وين راح؟ فانت لما تكون مثلا على المستوى المادي، مثل بعض واحدة من البنات قبل شوية قالت مثلا انه انا يكون عندي مال زائد، هذه الكلمة ترى خطيرة هذه الكلمة، انه اقول انه انا الرفاهية انه يكون عندي مال زائد او شيء زايد عن احتياجي، معناها مدام زايد معناها اصلا روحك ما راح تطلب الزايد، ما راح تطلب شيء زايد اصلا، وش تبغى في الشيء الزايد؟ وش تسوي فيه؟ بالنسبة لنا الان انه في تحقق معين على المستوى المادي، انه انا وصلت لهذا المستوى. في الدراسات تقول انه الشعور السعادة اللي يأتي من حصولك على اموال يتوقف عند مستوى معين، وفرضوا فرضية انه 6000 دولار في الشهر، بعدها الزيادات اللي بعدها ما عاد تأثر، ما عاد تعطيك شعور اكثر، ما عاد تعطيك احساس اكثر. انا بالنسبة لوجهة نظري، ما اعرف الدراسة هذه في اي دولة، بالنسبة لوجهة نظري انه ممكن زيادة اموال تعطيك شوية شعور، مش شرط شعور سعادة، بس هو شعور نشوة معينة، يعني اوه شريت مجوهرات، نشوة، بس بعدين بيوقف في هذا الحد، يعني نشوة ما راح تستمر. لذلك مين الشاطر الان؟ الشاطر اللي يرفع مستوى الرفاهية لمستوى اخر، الشاطر اللي ينتقل بمستوى الرفاهية لمستوى اخر، الرفاهية المادية اللي الناس كلها تعرفها، في رفاهية فكرية، صح؟ في رفاهية فكرية، مو أي شخص يقدر يحصل على الرفاهية الفكرية، مو أي شخص يبغى أصل الرفاهية الفكرية، لأن مو مستوى أنك تقرأ كتاب، مو مستوى أي أحد، أنك تفتح كتاب تقرأ كتاب، مو مستوى أي أحد. انك تحضر انستغرام لايف تتعلم، مو مستوى اي احد، لا، هذه رفاهيه،
حضورك الآن هذه رفاهية فكرية أو حتى مشاعرية، هذا مستوى أعلى. الشخص اللي مشغول بالمجوهرات ما أدري تجي تقول له تعال تعال والله تستفيد، يقول إيش عندهم هذول قاعد يخربطوا، مجمع ناس قاعد يخربطوا عليكم وأنتم مجمع أغبياء قاعد يضحكون عليكم. أوكي أوكي، بس إحنا عندنا رفاهية فكرية، إحنا قاعدين نشعر بالنشوة إنه إحنا أوه فكرة جديدة، أوه صحيح إنه الخاتم سوالي نشوة، بس برضو الفكرة سوت لي نشوة، الفكرة عطتني عطتني شعور إضافي. عارف قديش هذا كان صغير على قده، يعني إنسان صغير مشغول بالمجوهرات والسيارة والبطيخ أشياء كده، الآن هذا صار أوسع، لا لا صار يفكر، صار يقرأ، افتح كتاب، شعور الرفاهية، شعور الرفاهية، أنا قاعد أقرأ، قاعد أقرأ، في 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 تطور لحالة الفكرية. تخيل إنه في شخص قاعد يقرأ وعنده كل الأموال اللي كافية بالنسبة له، المزايدة كافية بالنسبة له إنه هو يستمتع ويحقق المتعة أو النشوة اللي يبغى يوصلها من خلال المال، قاعد يقرأ ويداوي الأفكار، يقولك أبغى أحب، أبغى أشعر بالجمال، أبغى أحس بالسلام، مستوى آخر من الرفاهية، مستوى جديد جدا من الرفاهية. لذلك أحب أأكد لك إنه تطوير الذات مو لأي شخص، مو لأي شخص، تطوير الذات مو أي شخص يقدر ينسجم مع فكرة تطوير الذات. فكرة تطوير الذات فكرة جدا مرفهة، فكرة رفاهية أصلا. موضوع تطوير الذات، الموضوع اللي احنا نتكلم عنه هو موضوع رفاهية، هو موضوع رفاهية مش على المستوى المادي وأعلى، أحيانا يكون على المادي، على المستوى الفكري، وفي كثير أحيانا على المستوى المشاعري. أنت تتناقش إنسانه كيف تحس بإحساس جيد، كيف تنظف كل اللخبطة اللي جواتك وتتحرر، كيف تعيش هذا الشعور الجميل. أصلا الموضوع مشكوك فيه بالنسبة له، معقول يعني ما يقدر يستوعب إنه في ناس تشتغل على هذا المستوى من الرفاهية، هذا المستوى من الرفاهية، إنه مو بس إحنا مستوانا المادي مرفه، أيضا مستوانا الفكري مرفه، أيضا مستوانا المشاعري مرفه. لك مو أي شخص يتقبل تطوير الذات، مو أي شخص يقدر يستوعب فكرة تطوير الذات. كثير من الناس يعتبرونها شيء ثانوي جدا 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 ثانوي، ثانوي جدا في الحياة، شيء يعني مو مهم، مو مهم يعني، تقريبا مو مهم يعني. بينما الأشخاص المرفهين مثلي ومثلكم، الأشخاص المرفهين اللي يعرفون قيمة أفكارهم وقيمة مشاعرهم، يعرفون تطوير ذات مهم، مهم مهم في الحياة أصلا اليومية، لا زي الأكل والشرب، زي الأكل والشرب مو مهم للجسد المادي، أيضا مشاعري مهمة، أيضا يعيش بشعور جديد مهم، مهم طبعا مهم، هذه الرفاهية. ولا وش القيمة عندك سيارة 5 نجوم وتسافر فيرست كلاس وبيتك أحسن بيت، وشعورك من جوا خايس، وش الفايدة، وش الفايدة، وش قيمة هذه الفلوس إذا ما في رفاهية مشاعرية، إذا ما في رفاهية فكرية، إذا أنت ما تقدر تفكر تستمتع بهذه الأفكار، إذا أنت ما تقدر تشعر بالحب، تشعر بالجمال، تشعر بالسلام، تشعر بهذه المشاعر اللي تغذيك وتعطيك مزيد من المتعة. لما أسمع قصة مثل قصة ريم اللي راح نناقشها ونرجع لها بعد شوية، بالنسبة لي قصة ريم هي قصة مكررة، مو بتفاصيلها، مو بتفاصيلها، بس أنا ما أتكلم الآن عن ريم، أتكلم عن كل شخص يمر بضربة ورا ضربة ورا ضربة ورا ضربة ورا مشكلة ورا مصيبة ورا مصيبة ورا مصيبة، ولا يفكر إنه يرفه عن مشاعره عن أفكاره، لا مشغول يفكر كيف حصل راتب جيد. أوكي ممتاز، لكن أبغى أقول لك شيء،
انه كثير من هذه الاشياء الاجساد هذه تمشي بطريقة معينة بحيث انه ما تقدر ترفع شيء بشكل كبير جدا وفي شيء منخفض جدا يضيق فيك الافق. واحنا نتكلم عن الوزن لان الرفاهية رفاهية توسع. الرفاهية هي تنشأ تحت قانون التوسع. هذه الرفاهية. يعني لما شخص خلي أكدك 100% لما شخص يكون عنده فلوس وفلوس 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 ممتدة في لحظة من اللحظات راح يسأل عن المشاعر. حتما راح يقول خلاص خلاص أبغى أشعر بشعور جيد، أبغى أفرح، أبغى أشعر بسعادة، أبغى أشعر بحب، أبغى أشعر بشعور جيد. يدرك لحظتها لما خلص طبق المادي، يدرك لحظتها أنه أيضاً المشاعر رفاهية، ما لها قيمة إذا أنا عايش في قصر وزعلان، ما لها قيمة، ما لها قيمة. لكن الفقير مادياً ما يفهم. الفقير مادياً يقول عطني قصر بعدين نتفاهم. يقول عطني قصر بعدين نتفاهم. فكثير من الأشخاص اللي يعيشون الفقر المادي يعتقدون أنه فقط هي الرفاهية مرتبطة بهذا بالفلوس بالأشياء بالماديات. أنا دائما أقول أنه الشخص اللي يؤمن بفكرة تطوير الذات هو شخص مرفه وسيصل للرفاهية. يمكن مو اليوم، يمكن مو هذه السنة، يمكن بعد سنتين، يمكن بعد ثلاث سنوات، بس هذا إيماني. إيماني أنه شخص يؤمن بفكرة تطوير الذات، لأنه إيش أقيم شيء في هذه الحياة اللي إحنا نعيش في هذه الأرض؟ إيش أقيم شيء؟ إحنا أقيم شيء في هذه الأرض، إحنا الأكثر قيمة في هذه الأرض، إحنا كأشخاص إحنا الأكثر قيمة. لذلك لما في شخص يهتم بتطوير ذاته أعرف أنه راح يصل يوم من الأيام. يمكن الآن مو مقتنع، يمكن الآن يناقش في الفكرة، يمكن الآن يقولك لا ما أعرف، مرات يقولك لا غالي أدفع كذا على الكتاب، غالي أدفع دورة، ليه؟ لأن القيمة المادية هي الرفاهية بالنسبة له. بس شوي شوية في فكرة راح تجي عندك، راح تفهم أنه الرفاهية مو بس مادية، أني أنا بفكرتك أنك راح تخسر 100 ريال عشان تشتري كتاب أنت تعتبرها خسارة، بس هي مو خسارة، هي موجودة 100 معك، هي موجودة بس تحولت إلى رفاهية بطريقة أخرى. 100 هذه وش بتجيب لك؟ وش بتجيب لك؟ بتروح المطعم تدفعها وتخلص، صح ولا لا؟ هذه رفاهية معينة بالنسبة لك، حققت لك متعة معينة. لو أخذتها أنت وحطتها في الكتاب، هذا الكتاب يرجع لك أنك تحصل على رفاهية مشاعرية أو رفاهية فكرية، وقد تكون أعظم بكثير من الشيء اللي بتستخدمه المادي، قد تكون أعظم بمراحل جدا من الشيء اللي راح تستخدمه المادي. لذلك كثير من الأشخاص يعتبرون أنه من الدلائل أنه الشخص ماشي بالطريق الصحيح أنه هو يحط قسمة من دخله الشهري للتعليم، أنه يحط قسمة 10% 7% من دخله الشهري للتعليم، أنه يتعلم، يتعلم كورس جديد، يحضر له دبلومة في الحاسب الآلي، يحضر له دبلومة في الآي تي، يحضر له دبلومة في تصفيف الشعر. ما أنا قاعد أطور نفسي، واو أنا الآن أملك مهارة ما كنت أملك مهارة قبل، أوه عندي قيمة، واو أنا الآن أعرف أسوي ميك اب، أوه عندي قيمة إضافية، واو. فبالتالي التعلم تطوير الذات، يعني هل تتخيل أنه في دولة فقيرة الناس قاعدين يحضرون كورسات في تطوير الذات؟ هل تتخيل؟ تخيل بس هذا الخيال، هل تتخيل؟ مستبعد جدا، مستبعد جدا. لذلك فكرة تطوير الذات هي فكرة مرفهة جدا، والأشخاص اللي يمشون في هذا الطريق سوف يصلون لهذه الرفاهية. اللي أبغى أقول لك إياها اليوم، أبغى نقوم بهذا التمرين خلال الأسبوع هذا، أبغاك تمسك ورقة وقلم الآن وتكتب قيمك اللي اتفقنا عليها من قبل، وإذا ما حضرت معاي من قبل تقدر تشوفها في اليوتيوب، اسمها مصفوفة القيم، اكتب على اليوتيوب مصفوفة القيم سمية الناصر واعمل لك المصفوفة القيم وأضف لها قيمة الرفاهية. طيب احنا كنا قبل شوي نسمع الحب،
كنا نسمع ترددات الحب جميلة جدا. خلونا نفتح على المعجزة. يمكن في أحد عنده كذا شيء هدف ولا شيء يشتغل معنا. من يومين كنت في الحديقة برا وفتحت الموسيقى تحقيق المعجزة وكل العصافير جت يعني بالنسبة لي شعور جميل. عموما اللي عنده ساوند وايز مية يجربها، اللي عنده ساوند وايز مية يفتح تحقيق المعجزة في برا في الطبيعة وشوف كيف ردت فعل الحيوانات. طيب نرجع لموضوعنا. اي كنت اتكلم عن التمرين. الان انت اكتب القيم حقتك وابغاك تضيف الرفاهية، ابغاك تضيف الرفاهية، وابغى هذا الاسبوع نشتغل فقط على فكرة الرفاهية. يعني طول اليوم فكر اوكي كيف اقضي الساعة القادمة برفاهية، شلون اقضي الساعة القادمة بحالة رفاهية، كيف، ايش هي مشاعر الرفاهية اللي ابغاها، ايش هي افكار، ايش هي المادية الرفاهية اللي ابغاها. في ناس مثلا يبغون ياكلون، يروح ياكل يعني حتى في تفاصيل طريقة الاكل في طريقة فيها رفاهية، فيها شعور رفاهية، مع ان نفس الطلب. يعني انت بتاكل مثلا خلنا نقول بتاكل بطيخ، في طريقة انك تاكله بطريقة يعني مش مرفهة ما فيها طريقة الرفاهية، وفي طريقة انك تاكلها برفاهية. ارجوك انك تنتبه لهذه التفاصيل. ممكن انت بتنام الان، ممكن تنام يعني بسريرك بالطريقة اللي انت دائما تنام فيها. ممكن تفكر شلون اضيف شوية رفاهية، يمكن اضيف ريحة معينة، يمكن احط بجنبي انارة او ضوء بطريقة معينة. اهم شيء اني انا ارفع نسبة الرفاهية شوي. فانت خلال هذا الاسبوع دائما فكر كيف احول اللحظة الى رفاهية، كيف احول اللحظة الى رفاهية، الساعة القادمة كيف احولها الى رفاهية، كيف اقضيها الى رفاهية. وشوف انت يعني من الاشخاص اللي تسوي لهم ام فولو، من الاشخاص اللي تسوي لهم فولو بعد ما قررت انك تعيش الرفاهية. الرفاهية قرار، شعور الرفاهية قرار، شعور الرفاهية قرار. الرفاهية بالنسبة لي لا يعني انه شخص يعيش حياة مادية جيدة انه مرفه، لان ممكن هذا الشخص يعيش ألم وعذاب نفسي كبير، بالنسبة لي هو مش مرفه. رفاهية انه انت بالنسبة لي انك انت تعدي الوضع المادي والفكري وتصل الى المشاعر، هذه الرفاهية. لكن المهم انه يكون عندك في كل خانة، في كل جسد، في جسد مرفه ماديا، الجسد الفكري ايضا مرفه، والجسد المشاعري مرفه. كنت اعملها بطريقة فطرية، صحيح هذه فطرتنا احنا، ولك كل تكرار قصص الجنة وش فيها الجنة وبعد الحياة الدنيا وش الأشياء اللي تنتظرنا والمكافآت، كل هذه رفاهية عشان احنا اوكي احنا نعرف وش اللي احنا نبغى وش اللي نبغى نوصل له. خلوني ارجع الآن لقصة ريم، حبيبة قلبي ريم. ريم بالنسبة لي الموضوع الأكبر اللي عانت، ابغى ارجع اقول لكم القصة باختصار. ريم حاول أتذكر كم كان عمرها، أظن ما أعتقد أني أخذت عمرها الآن. المهم أنه ريم عندها قصة جدا مؤلمة ومرت بتجربة قاسية جدا. كانت تعيش في بيئة فيها تعنيف، الكثير من التعنيف، وهربت من هذه البيئة وتزوجت، والزواج الأول كان زواج غير موفق، والسبب انها ما حبت هذا الرجال. بعد 4.5 سنوات طلقت من هذا الرجل. بعدين شوية تلخبطت، دخلت يعني حالة نفسية، شعور غير جيد، هربت من الموضوع، انتقلت لزواج ثاني. الزواج الثاني 4 شهور طلقها، قال عندها طبع ما يمكن اني اتحمله. ونفس الشيء رجعت هربت مرة اخرى الى زواج ثالث، والزواج الثالث للأسف كان على ما يبدو انه شخص غير صادق. كان قال لها انها بيشتري لها بيت وبيشتري لها اشياء، ولا دفع ولا سدد الاشياء اللي هو قال، فهي انسحبت. وخلال اثناء هذه الرحله
في البداية تم تصنيفها أن عندها اكتئاب، بعدين صار التشخيص غلط. أول شيء كان عندها مرض، فأول زواج عمرها 25 سنة كان عندها مرض السكر في السنة الأولى من الزواج، بعدين صار عندها تشخيص للاكتئاب، بعدين قالوا لا غلط صار عندها البايبولر. وأكثر شيء تقول أنا أعتقد أني تخلصت من الصدمة أو المشكلات اللي مريت فيها. أكثر شيء ما زالت هي تعاني من موضوع السكري، مرض السكر اللي موجود في الجسد المادي، وموضوع المرض النفسي اللي هو البايبولر أو ثنائي القطب. وتقول أني أنا كنت أقوم بالحلول السطحية، فأنا أعتبر نفسي أني حليت الموضوع، أني من الزواج الأول هربت للزواج الثاني لأنها ما تحملت المشاعر، من الزواج الثاني هربت للزواج الثالث. الآن تتعاطى حبوب عشان تساعدها في موضوع البايبولر، ووقفت الحبوب شوية، قامت عدلت الأكل ورياضة وموية، بس ما استطاعت رجعت الآن على الأدوية، لكنها متبلدة بلا إحساس. ويمكن أنتم سمعتوها كانت طريقتها يعني، وهي تحكي القصة، تعيش نوبات، لا النوبات اللي كانت سيطرت عليها، بس نوبات الغضب لا، قصتها الأب لا والداون يس. طيب النقطة، في عدد من النقاط اللي نبغى نتشارك فيها عشان نستفيد منها. أول شيء الموضوع اللي قلت لكم إياه وأبغى أكرره برضو، ممكن في بنات تسمعوني، أنا أؤمن إنه ما تقدر تهرب من شيء. أؤمن بهذه الفكرة يا جماعة، أنت ما تقدر تهرب من شيء، ما تقدر تهرب من أهلك، ما تقدر تهرب من بلدك، ما تقدر تهرب من زوجك أو زوجتك. ما أقصد إنك تهرب يعني إنك تهج، يعني إنك جسدياً تهج، جسدياً تقدر تسويها، بس الرسالة تلحقك. يعني لما مثلاً جاك في العمل مشكلة، آخ اتهموني إني سارق، خلاص بقدم استقالتي وهج. لا، تعال ليش تهج؟ خلوهم يسوون التحقيق، مو أنت متأكد إنك أنت صح؟ خلاص هذه رسالتك، هذه الورطة اللي أنت تورط فيها، تعلم كيف إنك تتخلص من هذا الموقف. أبوي معنف، أخوي معنف، أبغى أهج أتزوج، تهجين وين؟ تهجين وين؟ إذا هجيتي من واحد معنف راح تحصلين واحد معنف ولا واحد أسوأ ولا انعكاس معين. تهجين ليش؟ خلص المشكلة اللي أنت موجودة فيها، تفاهمي مع أبوك، تفاهمي مع أخوك. ما نقدر نهرب، ما نقدر نهرب من رسائلنا. أنت تقدر تهرب جسدك المادي، بس الرسالة تلحقك. الرسالة أصلاً الموضوع مرتب لك عشان انت تفهم شيء معين. فكونك تهرب معناها انت ما فهمت، كونك تهرب معناها انت ما تبغى تفهم، كونك تهرب معناها انت تبغاها بصيغة أسوأ، بصيغة أكثر ألما، بصيغة أقسى. إذا عندك مشكلة الآن ليش تهرب منها؟ واجهها، خلص هذه المشكلة، واجهها، أحسن من أنها تطلع لك مرة أخرى بطريقة أخرى، بطريقة أسوأ، أكثر ألماً، أقسى، أكبر. هذه مهمة أن نعرفها. وسبق أني قلت أي بنت تهرب من بيت أبيها لبيت زوجها راح يجي اليوم اللي تهرب من بيت زوجها لبيت أبيها، لأن الهروب مش طريقة، الهروب ليست طريقة في الحل أبداً. ما في، لما تقول أنا عندي مشكلة ما هو الحل، ما في واحد من الحلول أو الاحتمالات اهرب. ما في واحد من الاحتمالات اهرب، ما في المشكلة، حل المشكلة اهرب، ما في هذا الحل. اغلب الناس طوال الوقت يهربون من حلول مشكلاتهم. فهذا اللي حصل معين، هجت من اهلها، تورطت في زواج غير جيد، هجت من هذا الزواج راحت لزواج ثاني تورطت في زواج غير جيد، هجت من الزواج الثاني راحت لزواج ثالث تورطت في مشكلة اكبر. اوكي، الآن النتيجة إيش المحصلة اللي حصلتها ريم أو أي شخص مثل ريم قاعد يهرب طول الوقت؟ أوكي، تجربة 5 سنوات يمكن مع ريم، إيش المحصلة اللي وصلتي لها؟ مرض السكر والبايبولر، مرض السكر وثنائي القطب، هذا اللي في يديني، هذا اللي حصلته. أوكي، فهمنا الدرس، فهمنا ليش نحتاج إن إحنا نتألم بهذا القدر؟ ليش ما نفهم الموضوع على طول؟ أوكي خلاص، في مشكلة تحتاج إلى حل، ما تحتاج إلى هروب. لذلك أنا أبغى أكلم كل شخص معه. هذا السؤال اللي سألت ريم، قلت له طيب أنت يوم دخلتي هذا الزواج وصار فيه مشاكل، ما فكرتي تروحين المستشار؟ ما فكرتي تقرأين كتاب في الحياة الزوجية؟ ما فكرت؟ لا، زوجها ودها المشايخ عشان يتفلون عليها ويقولوا لها أنها محسودة وفيها عين. عجيب، هذه الطريقة اللي الكل يتذكرها لما تصير مشكلة.
الطريقة اللي كل إنسان في العالم العربي يتذكر احتمال حسد، احتمال سحر، احتمال الجني، احتمال الشيطان الرجيم، بس ما تتذكر إنه فيه مشكلة. يا أخي روح المستشعر. معقولة؟ معقولة أتذكر الجن كلهم، أتذكر الحسد والعيون، أتذكر الناس اللي حاسديني في حياتي؟ أول احتمال، والاحتمال الدائم لازم يجي، ما أقول لك لا تحطه كاحتمال، بس نصل إلى أبعد التوقعات. أي توقع بعيد إنه يصير لك جني، إنه راكبك جني، توقع جدا بعيد، جدا بعيد إنه الشيطان راكب في راسك، جدا بعيد، فأنت تقفز لأبعد احتمال. طيب الموضوع بسيط، يمكن فيه خلاف، تحتاجون تروحون المستشار تفهمون الموضوع، تحتاجون تفتحون كتاب تقرؤون. إحنا مش متعلمين على فكرة، إحنا مش متعلمين، إحنا ما نعرف نتعامل مع الجنس الآخر. إحنا البشر متخلفين، متخلفين مشاعريا، إن نفهم مشاعر بعض كرجل وامرأة، حتى في الدول المتقدمة، مش فقط في دول العالم العربي. ففي شيء أصلا بدأ، يعني خلني أقول لك باختصار، إذا أنت متزوج في احتمال الخلاف أصلا. إذا أنت متزوج، إذا أنت تسمعني الآن ومتزوج، أصلا وارد إنك يكون عندك مشاكل، وارد جدا، يعني بنسبة 99%. ليش يجي موضوع الجني بدري؟ ليش يحضر موضوع الجن والسحر والعين، اللي هو موضوع يعني واحد من مليون ولا ربع من مليون، ليش يحضر؟ ليش تحضر الفكرة هذه قبل شيء هو 99% احتمال مؤكد، في خلاف، في أزمة، في مشكلة. ريم تعرضت لضرب وتعنيف قاسي جدا في بيت أهلها، من المحتمل أنه كان من الذكور. كيف ممكن تحب ذكر أو تتفهم معه؟ كيف؟ طبيعي جدا، طبيعي جدا. لو رحت لأبسط لايف كوتش توا مبتدئ، كان قال لك هذه المعلومة، كان قال لك أنت جاية بمخلفات من معتقدات، من بيت يعني عندك راحية للإناث، كيف أصلا أنت بتحبين نفسك أو تتقبلين الطرف الآخر؟ طبيعي جدا، ولا حد يلومك، مو الموضوع لوم، بس الموضوع انه انا اعرف ان عندي مشكله نشات من مكان معين، تالي لا اقفز الاحتمالات البعيده. في احتمالات بدهيه، احتمال البدهي انه انا عندي مشكله في معتقداتي، في مشاعري، في تاريخي، عندي مشكله في طفولتي، عندي مشكله. الجني اخر احتمال، يعني لما تخلص لي موضوع، اي اذا عندك مشكله الان خلص موضوع الطفوله، الماضي اللي انت مريت فيه، ما جت المشكلة من هناك؟ متأكد ما جت المشكلة من هناك؟ معتقداتك وأفكارك وما تؤمن فيه، ما جت المشكلة من هناك؟ مشاعرك وفوضى المشاعر اللي تمر فيها، ما جت المشكلة من هناك؟ إذا شيكت على كل هذول الاحتمالات اللي تقريبا مؤكدة، أوكي ذاك الوقت أسمح لك تقول احتمال جني، احتمال عين، احتمال سحر، احتمال، ماشي أقدر أسمح لك بهذا الشيء. ريم تقول إنه أنا ما كنت مؤمنة بهذا الشيء، هو اللي كان مؤمن فكان يأخذني وكان يدور. على الأقل يدور. على الأقل يدور يا ريم، على الأقل يدور. هو يؤمن بالجني والسحر، راح دور. طب انتي وش سويتي؟ انتي وش سويتي عشان تحلين هذه المشكلة؟ انتي بس كنتي تبغين تهربي، انتي كنتي بس تبغين تهربي. انا لا اؤمن بالعين والحسد والسحر، بالتالي ما راح اروح للشيوخ يتفلون في وجهي ولا راح. طب وش بتسوي؟ عندك مشكلة، ما هو الحل بالنسبة للسيستم اللي انت فيه، بالنسبة للمكتبة اللي انت متواجد فيها حاليا، تؤمن بايش انت بالضبط؟ هل تؤمن بالطبيب النفسي؟ هل تؤمن بالمستشار؟ هل تؤمن بالمدرب؟ هل تؤمن بالجني؟ هل تؤمن بواحد يتفل عليك؟ عطني ايمانياتك، حل المشكلة وفق ايمانياتك. يعني ريم مريتي بمشكلة 4 سنوات ونص، ما فكرتي ولا خطر في بالك ولا يوم من الايام. انا ما اقول ريم عشان الومها، انا اقول عشان الجميع يسمعني اللي عندهم مشاكل. أنا متأكدا في شخص عنده مشكلة من 10 سنوات يسمعني، متأكدا في شخص عنده مشكلة من 20 سنة يسمعني، متأكدا في شخص يسمعني عنده مشكلة من 30 سنة، في شخص يسمعني عنده مشكلة من سنة، من سنتين، من 5 سنوات. ويمكن فكروا أشياء بعيدة جدا، ما فكروا بالبدهيات، طفولتي، معتقداتي، مشاعري، ما يحتاج تبعد. السيستم اللي موجود قدامك، الكتب اللي موجودة حواليك في مخك، منها المشكلة، جواتها المشكلة. فأنا أبغى أقول لكل شخص يسمعني، لا تطول، لا تأخذ وقت طويل وانت تروح القاع، ومن قاع إلى قاع، ومن قاع إلى قاع، ومن قاع، ما نعرف في قاع تجي
تكون القاع القاسمة، يعني في قاع تصل لها تكون فعلا صعب انك تطلع منها. مدام ضربت قاع خلاص افهم الدرس يا اخي، افهم الدرس. ضربت قاع تألمت خلاص قرر انك انت اوكي، معناها احتاج ترتيبات، معناها احتاج تنظيمات، معناها احتاج فكرة في مشكلة، معتقدات فيها مشكلة، مشاعر فيها مشكلة، احتاج اني انا ارتب وانظف. بالنسبة لنا مرض السكري هو اشارة على فقد طعم السعادة في الحياة، طعم السعادة في الحياة. مرض السكري يجي كثير من الأيام بعد مشكلات أو بعد أزمات، يجي بعض الناس بعد وفاة، لما يفقدون شخص عزيز عليهم، لما يفقدون شخص مهم في حياتهم. وحدة كانت فقدت مجموعة من أبنائها في حادث سيارة، مجموعة أطفال ومراهقين، بعدها أصيبت بمرض السكر، لأنه الحياة ما عاد لها طعم بالنسبة لها. فمرض السكر هو يعبر عن هذا الشيء في الحياة، كأنه الزر اللي جواتنا، إحنا عندنا لوحة تحكم، فزر الشعور بالسعادة في هذه الحياة كأنه انضرب من خلال هذا المرض، إنه هذا هو التعبير الجسدي لما وصلت له الحالة في الجسد المشاعري. وهذه الأزمة غالبا تكون إنه الجسد المشاعري انهار، الجسد المشاعري انهار وما حد أنقذه. لما ينهار الجسد المشاعري وما حد أنقذه، يقوم خلاص يرمي الفتات على الجسد المادي عشان يبلغك الرسالة. فالجسد المادي يقولك سكر، ضغط، سرطان، قولون، خلاص الجسد المشاعري انهار، ما عاد فيه قدرة انه هو يستوعب. لذلك ما استغرب لما ريم هجت، لما ريم خلصت الطلاق الأول هجت، فهي أصلا مصابة بالسكر، فجسدها المشاعر منهار. فأقدر أفهم جيدا أنها في حالة انهيار، وأقدر أفهم درجة الألم اللي تمر فيها الآن ريم، مع أنها ما قدرت تحسسنا فيها على فكرة، شفت طريقة كلامها ما قدرت تحسسنا فيها، بس هي تمر بحالة مزرية من الألم، أعرف هذا الشيء. فبالتالي اضطرت أنها تهرب، لأن جسد المشاعر ما راح يساعدها، جسد المشاعر ما يقدر يقولكم سوري أنا ما أقدر أشيل شيء، ما أقدر أتحمل شيء، لا تعطيني أصلا، أنا يعني فول، ما أقدر أصلا، سقطت، جسد المشاعر احترق، ما تقدرين تطلبين مني أي شيء، لا تطلبين مني أي شيء، يعني أساعدك في شيء. تالي اضطرت أنها تنتقل مباشرة إلى زواج آخر. الزواج الآخر صار منه طلاق، وقالت إنه كان الخطأ مني، لأنه في طبع عندي 4 شهور. الأزمة اللي أنا برضو أتعاطف فيها مع ريم، إنه الزواجين اثنين كلهم هي تقول إني أنا الغلطانة، كل الزواجين، لأن الزواج الأول ما حبت، الزواج الثاني فيها طبع لا يتغير، أو قالت ما قدرت أغيره، أو ما أعطاني فرصة، أو شيء من هالقبيل. كون إنه أنا أشعر بالذنب من مشاكل مرت علي، إنه أنا أشعر إني أنا مذنب، إن طلعت من زيجة وأنا مذنب، طلعت من زيجة ثانية وأنا مذنب، هذا كله ثقيل. وزيادة إنه أصلا عندي جسد مشاعري منهار، كله ثقيل. تالي الجسد المشاعري لما دخلنا على الزواج الثالث خلاص يعني ضربت الفيوز هنا، ما يقدر. هو مو بس انهار وعطاك الأضرار الجسدية، لا، هو الآن خلاص قاعد يخرب، قاعد يضرب. وين يضرب؟ يضرب في الجسد الفكري. فهو انهار في البداية، عطى آخر رسالة للجسد المادي السكر، ما مشى الموضوع، قلنا سوينا عليه ضغط أكثر، قلنا نضغط على الجسد المشاعري أكثر، نحمله فوق طاقته أكثر، قام ضرب. تخيل عندك جهاز ضرب، وش الضرب هذا وين راح؟ راح الجسد الفكري. الآن هي تطلع تضرب فوق ريم، وبعدين تنزل تحت، تضرب فوق وتنزل تحت، تضرب تقولك الآن سيطرنا على الكآبة لكن ما سيطرنا على الغضب، هذه الحبوب اللي هي الآن تأخذها. وهذا اللي يصير عند ثنائي القطب، هم يطلعون فوق يضربون نوبة الهوس، بعدين يسقطون تحت. وثنائي القطب من الأمراض اللي مش هينة ومش صعبة، وأنا مش الشخص المؤهل إني أنا أتحدث عن هذا المرض، لكني عايشت أشخاص يعانون من هذا المرض، وأعرف قد إيش هذا المرض يجب أن يتثقف، مو بس الشخص اللي يعاني من هذا المرض، كل أفراد العائلة اللي موجودين حول هذا المريض لابد أنهم يتثقفون، لأن مرض مش سهل وخطر في نفس الوقت، خطر. لأنه لما تجي موجة هوس
ويوصل لقمة الهوس، في عندي لحظة خطر ممكن تكون على هذا الشخص أو على شيء آخر. لما نضرب للقاع مرة ثانية، وهذه في أسبوع تصير، ما احنا نتكلم عن سنة بعدين بعدها. فالآن ريم تعيش الصدمات أسبوعيا. الأشخاص اللي يسمعوني عاشوا في صدمة في حياتهم، يمكن صدمة واحدة، ضربوا القاع ومات لهم أحد وحزنوا بعدين رجعوا للقمة. شفتوا هذا الشعور؟ شفتوا هذا الألم؟ شفتوا هذا الجروح النازفة؟ ريم كل أسبوع تعيشها، طخ طخ ضاربة، نازلة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة، كل أسبوع عندها صدمة تضرب تحت، كل هذه الأشياء تجيها تحت وتنزل لها، بعدين تضرب فوق، مو فوق طبيعي، فوق الطبيعي، حالة هوس، ولدرجة حالات الهوس إنهم ما يقدرون ينامون، ما يقدرون يقضون أعمالهم، يتوترون، يغضبون، يتضربون مع كل القبيلة. وهذا اللي قالت إن أنا مو قادرة أسيطر على حالة الغضب، فهي أكيد تضارب مع اللي حولها، تغضب على نفسها، تغضب على أحد، يمكن تكسر، فتصل لقمة وبعدين تضرب قاع. فتخيل إنه أنت أسبوعياً عندك صدمة جديدة، متخيل درجة الألم اللي تعيش فيه ريم؟ كأنه كل أسبوع عندها صدمة جديدة، كأن كل أسبوع في صدمة 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 صدمة. شيء مو سهل اللي تمر فيه، موضوع مش سهل أبدا، مش سهل أبدا. تراكمات الأخطاء كلها الآن موجودة، والآن ريم تقول أنا أبغى المساعدة. ريم الآن تكلمني تقول لي أنا أحتاج المساعدة. لذلك أنا أبغى أتكلم لكل شخص، لا تنتظر لما توصل هالمرحلة تطلب المساعدة، لا تنتظر لما يكون الموضوع صعب، لما يكون الموضوع إحنا ما نقدر نتفهم معاك. الآن ريم تأخذ أدوية، أنا بالنسبة لي كشخص في عالم الوعي في عالم التطوير ما أقدر، ما يحق لي إني أقول لها ستوب أدوية عشان أتفهم مع جسدك المشاعر، جسدها مشاعري مضروب. أنا كشخص مهتم بتطوير الذات ما يحق لي إني أقول لها وقفي أدوية، ولا راح أقولها ولا أبغاها توقف، لأنها إذا وقفت إيش تسوي؟ جسدها المشاعر المضروب. إحنا لما نشتغل على مستوى جسد نحتاج وقت، أعطونا وقت. ما أقدر، ما عندي حبة سحرية، ما عندي زر أضغطه، أعطوني وقت أشتغل لك، أعطني وقت. لا تراكم الدنيا كلها وتضرب في القاع، وقاع القاع وقاع دبل قاع وقاع دبل قاع قاع، بعدين تقعد في أسبوع تمر كأنك كل أسبوع صدمة صدمة صدمة. أنا ما أقدر أقول لك وقف الدواء، أنا ما أقدر أخلي جسد مشاعري منهار تماما منتهي تماما إنه يرجع في يوم وليلة. تلي دائما فكر لما تجيك مشكلة ساعد نفسك قبل ما تصل لمرحلة إنك أنت تحتاج حبة، إنك تحتاج حبة، إنك ما تقدر تساعد نفسك، إنك تحتاج تدخل علاج عشان أحد يساعدك. ريم أحب أقول لك أنت محتاجة مستشار، ما أنصحك إنك تحضرين أبنوس، ما أنصحك، ما أنصحك خصوصا إنك تأخذين أدوية، ما أنصحك، لأنه ما راح تحسين، ما راح تحسين بالأشياء اللي أنا أبغاك تحسين فيها لما تمرين بهذا الألم. أنا ما أبغاك تمرين بهذا الألم بشكل شخصي بشكل فردي، أنا أبغاك تروحي لمستشار مختص بالصدمات يساعدك خطوة خطوة، يساعدك خطوة خطوة كيف تجتازين، كيف تبنين الجسد المشاعر. الآن أنت زيرو جسد مشاعر، صفر الجسد المشاعري، صفر. أنت تحتاجين تبنينه من جديد، من الأول وجديد، ولازم أحد معاك. ما يصير تسمعين نصيحة عن بعد، ما يصير يا ريم، ما يصير الآن تطبقين تمرين مثلا عن بعد، ما يصير، لأنه الجسد المشاعري منهار. أنت مش متماسكة، أنت مش شخص طبيعي متماسك مع شعوره إحساسه، يقدر يحس بالغضب بالسعادة بالسلام بالجمال، يزعل يعصب يفرح، يعني مشاعر طبيعية حتى لو كانت فوضوية بس طبيعية. فأنت تغضبين في وقت ما في شيء يستحق الغضب، تدخلين في حالة اكتئاب في وقت ما في شيء يستحق الاكتئاب. لذلك أنصحك أنك تبحثين عن شخص مختص بالصدمات، مستشار، تشتغلين معه واحد لواحد ويخلصك تدريجيا من هذه المرحلة. قد تحتاجين الوقت لكن الأمر يستحق. لكن اللي أبغى أقول لكل شخص يسمعني، لا تنتظر اللحظة اللي تصدم فيها قيعان قيعان القيعان وبعدين تطلب المساعدة. اطلب المساعدة ما دام في مشكلة انت تقدر تساعد نفسك فيها. اتمنى تكون استفدت واستمتعت، وما عاد عندنا وقت ناخذ اسئلة. شكرا لللايك.